طبعا البنية الأساسية الجديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم هي داعمة طبعا للفوز بالمشاريع الاستثمارية خاصة ذات القيمة المضافة الحقيقية. طبعا تتوفر مرافق عالية المستوى متعددة الوسائط مثل الميناء عالمي مثل مطار وشبكة الطرق الحديثة وشبكة لوجستية متكاملة. كل هذه طبعا سوف تساهم في تعزيز الربط اللوجستي بين الدقم والأسواق المحلية والأقليمية والدولية. هذا مما جعل الدقم حاليا هي منطقة جذب لكثير من الاستثمارات خاصة النوعية منها. طبعا هذا السوق سوق الدقم لمواد، نحن نقول المواد البناء، لكن أيضا هو سوق متعدد حقيقة. يعني هذا سوف يكون له قيمة مضافة للعلاقات التجارية المتميزة بين سلطنة عمان وجمهورية الصين الصديقة. طبعا هناك علاقات تاريخية جدا بالأكثر من 1300 عام. السوق يعزز طبعا الروابط التجارية بين البلدين، يفتح أيضا منصة جديدة للتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الطرفين. كذلك هذا يعكس مدى عمق العلاقة الثنائية ويعزز من حضور المنتجات الصينية في السوق العمانية. هذا التعاون نحن نؤمن أنه هو سوف يعزز أيضا من الثقة المتبادلة ويعد خطوة من منح الاستمرار أيضا في تحقيق شراكات اقتصادية أكثر متانة في المستقبل مع الجانب الصيني بإذن الله تعالى. نعم، ما من شك أن وجود السوق بقرب ميناء الدقم سوف يوفر الشركات الصينية فرصة مثالية لتعزيز عمليات الاستيراد والتصدير بإذن الله تعالى. السوق مجهز بمرافق متطورة وشبكة لوجستية قوية تمكن الشركات أيضا من تخزين وعرض وتصدير منتجاتها بكفاءة عالية. الموقع طبعا يسهل الوصول للأسواق الأقليمية والعالمية بحكم الربط المباشر مع الميناء أيضا ومع المطار، وخاصة الأسواق في أفريقيا وآسيا، مما يجعل من هذا السوق نقطة جذب للمزيد من الاستثمارات الصينية. وجود البنية التحتية المطورة ومساحات كبيرة في هذا السوق، طبعا بيبلغ مساحته الآن الحالية 32,000 متر مربع، ويحتوي على معارض ومخازن وورش تصنيع مجهزة بأعلى مستويات. طبعا تشمل مرافق السوق قاعة عرض رئيسية وقاعة ثانوية. هذه المساحات تعتبر مثالية لعرض منتجات مختلفة سواء في مواد البناء، الأجهزة الكهربائية، السيارات، وأيضا سوف تتيح للشركات أيضا فرصة لتخزين منتجاتها وتصنيعها وبيعها مباشرة من السوق، مما يعزز طبعا من قدراتها بالتوسع داخل السوق العماني وخارجه. السوق طبعا يتيح للشركات الصينية والعالمية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للدقم بحكم تتوفر فيها بنية عالية جدا ومتينة. كذلك يسهل عمليات الاستيراد والتصدير للأسواق كما ذكرنا الأقليمية والدولية منها. كذلك أيضا الربط اللوجستي المتميز لمنطقة الدقم اللي يوفر للشركات إمكانية الوصول السلس إلى الأسواق المجاورة. طبعا بإضافة للشراكة الصينية والعمانية في تأسيس السوق في تعزيز فرص التعاون والتوسع في مجالات التصنيع والتصدير. السوق طبعا مثل ما ذكرنا مجهز بكافة الخدمات التي تحتاج الشركات لتوسيع نشاطاتها مثل البنية التحتية المتوفرة، الطاقة المتجددة، الموارد الطبيعية، ونظام الأمن المتطور، مما يجعلها طبعا بيئة مثالية للشركات الطموحة، وهذا سوف يخلق أيضا فرصة للشباب العماني في الدخول في هذا السوق بإذن الله تعالى. نعم.